اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار رائع. رفقة مهدي فولاذ، اكيد التالق ما شاء الله في هذه السنوات الفريطه شفناه في مجموعه من الاعمال الدراميه التلفزيونيه. مهدي اللي كيقدم تشخيص من القلب، واليوم ان شاء الله في واحد الفيلم اللي جد رائع من العائله الفولانيه. فيلم ديالكم دابا انت راه ضاصر فهاد الفيلم. الحمد لله، الله يبارك فيك. صافا تخي بيان، الحمد لله، الله يحفظك ليا ماريا. التالق ما شاء الله، شفناك مؤخرا في الاعمال، انا بعدا في المسلسل الاخير اللي في رمضان ما حملتكش. ماشي انت كاع الناس كلشي كرهك في داك المسلسل، داك الرجل الشرير اللي كيبغي غير راسو. والحمد لله، الحاجه اللي كتخرج من القلب كتوصل للقلب ديال الناس. نيشان داك الشيء درته من قلبي وامنت به، وداك الشيء علاش وصل المغاربه كاملين عجبهم. هذا هو اللي كاين ان شاء الله. نتمنوا نديروا حسن هذاك، غير لو فغي ديبار، هذاك هي البدايه الحقيقيه ديال مهدي فولان، ومن بعد يجي التوفيق من عند سيدي ربي، نديروا اعمال ونديروا ادوار احسن من هذاك الشيء. اكيد الدور ديالك اليوم في هذا الفيلم، يعني كتشخص حدا باباك، ماشي اول مره غتخدم مع الحاج حسن فولان، مرات كثيره، لكن اليوم كتلعب معاه واحد الدور، واحد الفيلم اللي هو عزيز عنده، فيلم اللي هو حلم كيحقق فيه الحمد لله مع وليداته. اكيد مع وليداته، ولا سواء البيولوجيين ولا اللي عزاز عليه. فاليوم كتشخص قدام باباك ومجموعه من الفنانين، واش كنقولوا عاجيل، كنقولوا فلان، كنقولوا فلان، كنقولوا عاجيل، كاين تبارك الله عبد الى عاجيل، كاين الزوجه ديالو نجوم الزهراء، كاين طارق بخاري، محمد خويي، يعني فنانين تبارك الله وازنين واسماء اللي رائعه في هذا الفيلم. انني نوقف مع اي ممثل غادي نستافد منه، غادي نستافد من تجربته. هذه التجربه كتبقى سبيسيال. هذا عمل حلمنا به سنين، التليفيلم مكتوب بالقلب مع مخرج زوين اللي هو مراد الخوذي، الكتابه نيت ديال مراد الخوذي. هاد الكاستين كامل اللي كاين هنا، ولا ليكيب تكنيك كلهم ما خدامينش حنايا في فيلم باش نتخلصوا ونمشي، ولكن خدامين في فيلم بغينا نديروه بالقلب باش نديروا على معاناه ديال واحد الناس. هذا هو اللي كاين. وتال دابا كلشي غادي الحمد لله مزيان، كلشي خدام بقلبه، كلشي خدام خدام على قبل البروجي. البروجي اللي كنديروه هو الاول. هادشي علاش غاديين مزيانين. وكنشكر كاع الناس زعما اللي داروا لا كونفيونس في شركه الانتاج ديال حسن فلان، والقادم اجمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مهدي، انت من الفنانين القلائل اللي في التشخيص ديالك تقدر تلعب دور تخلات، تقدر تلعب دور كوميدي تعطي فيه، درامي تعطي فيه، شرير تعطي فيه، ظريف تعطي فيه، يعني من الفنانين اللي كتشخص من قلبك وكتمشي مع الدور. تقدر تمرض انت من ممثل، تقدر تمرض مع الدور. من ورايا قلت عمر انايا، الشوفه ديال الناس تبدلات ليا، وتبدلات الشوفه ديال الناس ليا، ولاو كيشوفوني بيزار حتى في الزنقه. الور بقى هذاك الشيء مأثر عليا، وكيف ما قلت لك الحاجه اللي كديرها بإيمان ديال بصح، وكديرها بقلب خالص وقلب بيض، كتوصل للناس، ما كيكونش فيها حتى شويه ديال الشك، ولا حتى شويه ديال كنديرو بحال كنمثلو. لا، الحاجه اللي كنديروها بصح كتوصل للناس، وكتبورشهم وكتقيسهم. فنان وابن فنان. فاليوم بغيتك من القلب ديال طفل صغير، ماشي فلان مهدي والاب، لا، فلان طفل ولد الحاج، كلمه في حق الحاج، لانه كنعرفوا انه حسن فلان كيبغي ولادو لواحد الدرجه كبيره، وانت كذلك كتبادلوا نفس الشعور او اكثر، وانت من الصغر وانت صاحبه، ما عمرك كنتي الابن ديالو، كنتي صديق ديالو. فاليوم بغيت من قلب داك الطفل مهدي اللي كان صغير الاب ديالو حسن فلان، شنو تبغي تقول ليه اليوم قدام هاد الناس كامل؟ ديما تنقول ليه شكرا، والله يرحم لك الوالدين. ديما تيكون عندي الشرف انني نخدم معاه، والصحبه ديالو سبق انه يكون با هو صاحبي بزاف، وتعذب معايا بزاف. نبقى نقول ليه شكرا، وسمح ليا على شي نهار عن غير قصد اديتك بشي حاجه، نقول ليها شكرا بزاف. هذا هو اللي كاين. اكيد احسن حاجه هما الوالدين. تحيه لخالتي عيشه نساس، دموعك علينا مهدي، يعني ملي الدموع كيجيو على الوالدين فشيء جميل، هذا كيبين على انه الرضا والتفاهم بيناتكم. فشنو تبغي تقول لخواتاتك اللي واقفين معك اليوم ومساندينك في التصوير ومساندينك دائما؟ تبارك الله عليهم، غاديين مزيان.
والوقوف ديالهم الى جانب الاب ديالهم هذه حاجه كتفرح انهم يزيدوا يتعلموا ويعرفوا شنو هو الدومين يتكرفسوا ويضربوا تماره حيت حتى شي حاجه ما كتجيب سهل. هذا الشيء اللي وصلت شويه ديال اللي وصلت ليه انايا ما كانش بالسهل، بزاف ديال التماره، بزاف ديال الفشل، وبزاف ديال العذاب. حتى هما بغيتهم يضربوا تماره ويدوزوا لمرحله واحده اخرى ديال تحمل المسؤوليه. الدوام لله، لا انا لا باهم غاديش ندوموا ليهم، خصهم حتى هما يتحملوا المسؤوليه ويافونسيو في الدومين. هذا هو اللي كاين. وصلت لهم ميساج راه ما نعقلش عليكم، غنشوف واش غديروا، فهمتي؟ باش نكونوا واضحين، انا غنساوي انا الريال ما تديوش. بالعكس انا والله العظيم الى عزيام مفطب الزهره، بالعكس انا بالعكس انا بغيتهم غير افونسيو في الدومين ويكونوا غادي مزيانين. حتى شي حاجه ما كتجي سهله، حتى شي حاجه ما كتجي سهله. هذا هو اللي كاين. اكيد احساس الابوه عندك وكلمه في حق البنيته ديالك فين كيشر غزاله، هذه نختم بها. ديري هادشي، جبتيني حتى لهنا كديري لي هادشي. كلمه في حقها وشنو تقول لها اليوم وكيفاش جاك الاحساس ديال الابوه؟ لانه احساس جميل جدا. احساس في شكل احساس ما كيعرفوش اي واحد، خاصك تجربه باش تعيشو. وانا فرحان، هي حياتي كامله، وهي شفت عليها جميع انواع العذاب اللي ممكن يشوفهم شي راجل في الدنيا. تعذبت على قبل بنتي باش تكون حدايا، تزادت بعيده عليا، تزادت في دوله واحده اخرى، تزادت بعيده عليا، دابا هي حدايا كنموت عليها. و ما عرفتش شنو خصني نقول لك، ولكن هي النفس اللي كنت نفس بها، وهي هي على قبلها علاش عايش انايا. كنبغيها بزاف، كنبغيها بزاف. هذا هو اللي كاين. الله يخليها لك يا ربي، وراه كتشبه لك ما شاء الله. الله يخليها لك والله يحفظك يا مهدي. ما نطولش عليك لانه عندك تصوير. تبارك الله عليك. كلمه اخيره للجمهور. شكرا شكرا للناس كاملين اللي كيدعمونا، والدعم ديالهم كيعطينا ديما كيحملنا المسؤوليه باش نديروا حوايج كبيره. شكرا لكم، وديما طامعين في الدعم ديالكم. هذا هو اللي كاين، والقادم اجمل ان شاء الله. شكرا شكرا لك مهدي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه. نلتقي في بث اخر، الى اللقاء.